زواج السنية من الشيع الرافضي باطل وهو زنا. يجوز للإنسان أن يتزوج المسلم، يجوز له أن يتزوج يهودية ونصرانية ومسلمة بشرط أن تكون عفيفة. طيب الشيعية هل هي مسلمة؟ لا. هل هي يهودية؟ لا. هل هي نصرانية؟ لا. طبعا الشيعية التي هي على عقائد الاثنى عشرية الذين وعلى طريقتهم في دعاء غير الله يدعون الحسين وكذا، أو إذا كانت تعتقد بتحريف القرآن، أو إذا كانت تعتقد بزنا أمهات أو إحدى أمهات المؤمنين، فهذه ليست مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية، فكيف نتزوجها؟ وكذلك بالنسبة للمسلمة، هي لا يجوز لها أن تتزوج إلا من مسلم، لا يجوز حتى من يهودي أو نصراني، فلا يجوز لها أن تتزوج من شيعي. شوف شكله كشكل الخفاش واقعا، انظر إلى لحيتك في المرآة تجد أن هذا لون الخفافيش، عليك أن تخرج في الظلام أنت أثناء الليل، لأن هذه اللحية في الواقع تطير كأنها جوانح الخفاش. رحم الله الشاعر الذي يقول: سكتت بلابلة الزمان وأصبح الخفاش ناطق، وتسابقت عروج الحمير من عدم السوابق. أنت من أوعز لك بالكلام؟ من قال لك أن تتكلم هذا الهراء؟ هذا أولا. ثانيا، الشيعية التي تتزوج من أمثالك الحاقدين الناصبيين، لو فرضنا، لو سلمنا جدلا، فإن هذه جاسوسة، تكون جاسوسة لنا، نحن نرسلها، يعني هي عميلة لنا عند الشيعة، حتى تقلبك رأسا على عقب، يعني حتى تغيرك، تخرجك من الظلمات إلى النور، كما يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. تجعل منك إنسان محب لآل بيت رسول الله عن حق وليس كذب. أنتم تكذبون على الناس، تقولون أننا نحب آل بيت رسول، هذا كذب، لأن الحب يجب أن يترجم، وأنتم لا تترجمون هذا الحب. على الأقل في عاشوراء، حينما يبكي رسول الله على ولدي الحسين حينما يقبل المحرم، أو تبكي الزهراء ولو أنهم في عالم البرزخ، ولو أنهم في الآخرة، أرواحهم تبكي على أولادهم الذين ذبحوا وقطعت رؤوسهم، أنتم لا تشاركوننا ولا تحيون عاشوراء ولا تبكون على الحسين، هذا حب كذب، حب هراء، حب مزور. تدلسون على، أنتم تحبون الأمويين أكثر من أهل بيت رسول الله، تحبون أعداء أهل البيت، تحبون الصحابة المنافقين، أنت من الصحابة الذين هموا ليقتلوا رسول الله يوم العقبة، أنت واحد منهم، مئات الألوف منكم أنتم الناصبيين، أنتم شاركتم في قتل رسول الله يوم العقبة، الذين قال فيهم الله سبحانه وتعالى: وهموا بما لم ينالوا، لم تنالوا من رسول الله، فشلتم. هذا أولا. ثانيا، ثالثا، إذا تزوجت الشيعية من سني فلا بد أن يكون معتدل، يعني يكون محب لآل بيت رسول الله، أو أنها تشتغل على الشيعية، يعني مش سهلة أبدا، يعني حب أهل البيت يكون ينخر في عظامها ويدخل إلى صميم قلبها، لا يمكن أن تنقلب، لابد أنها تربي أولادها على حب علي وفاطمة والحسن والحسين والنبي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما الثالثة بالنسبة كما قلت لتحريف القرآن، فإنكم أنتم تقولون بتحريف القرآن، أنتم في صحيح مسلم يقول مسلم في حديث عن فلان فلان عن عائشة أنها قالت أن سورة الأحزاب كانت أطول من سورة البقرة، ماذا حصل لسورة الأحزاب لا ندري، يعني عائشة تتعجب، تستفهم، تتساءل، كما أنها حقدت على عثمان بن عفان لأنه حرف في القرآن، اتهمته بتحريف القرآن وقالت: اقتلوا نعثلا فقد كفر. هذا عندكم في كتبكم أيها المغفل السفيه. ثم أن ابن مسعود كذلك اعترض على عثمان فضربه عثمان وكسر عظامه لأنه لم يأخذ بمصحف عبد الله بن مسعود ولم يأخذ بآياته وأحرق المصاحف وإلى ما هنالك من تفاصيل مملة يعني. أما بالنسبة إلى الدعاء، فإننا نحن لا ندعو يعني الحسين من دون الله والعياذ بالله، ما لنا وما للحسين في الدعاء،
إنما الحسين وأهل البيت والأنبياء هم وسيلة، على أساس أن الله سبحانه وتعالى يقول وابتغوا إليه الوسيلة، يعني هذا نوع من أنواع الدعاء إلى الله، أن تتوسل بالأنبياء الطاهرين، بالأوصياء المعصومين الطاهرين الطيبين المتقين، ربما يصل الدعاء أسرع مثلا، هذا نوع من أنواع الدعاء. ولكن الدعاء الأساسي الدعاء الكبير هو الدعاء مباشرة مع الله سبحانه وتعالى. ودليل على ذلك أدعيتنا، اقرأ دعاء كمال، اقرأ دعاء الافتتاح، اقرأ دعاء مثلا الإمام زين العابدين مناجاة 15، مئات الأدعية، اقرأ مثلا الجوشن الكبير، كله يعني دعاء وسؤال لله مباشرة. ليس هناك يعني أي توسل بالأئمة، أو فيه توسل ولكن شيء بسيط جدا. اقرأ مثلا دعاء السحر، مثلا يقول إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب، ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة، ولا تستطاع إلا بك، للذي أحسن استغنى عن عونك ورأفتك، ولا الذي أساء واشترأ عليك ولم يرضك، خرج عن قدرتك، يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، بك عرفتك وأنت دللتني عليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت، إلهي أنا الصغير الذي ربيته، وأنا المريض الذي شفيته، وأنا العليل الذي عالجته كذا، وأنا الطريض الذي آويته، وأنا الضال الذي هديته. كلام رائع موجه مباشرة، لأننا نعتقد ونصدق بأن الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد. أنت حمار، أنت سفيه كذاب منافق تدلس على الناس، أنت تعرف الحقيقة ولكنكم أنتم تخافون وتخشون، تريد أن تحرم زواج السنية من الشيعي، لأنك تعلم بأن هذه السنية المسلمة الطيبة المحترمة ستصبح موالية لآل بيت رسول الله، ستصبح موالية للزهراء سلام الله عليه. أنتم تخافون، سقط دينكم، سقطت عصبيتكم، سقط تخلفكم، سقطت رواياتكم وأحاديثكم، سقط البخاري ومسلم والطبري والترمذي وابن ماجه، وسقط أبو هريرة، وسقط ابن تيمية، سقطت كل هذه العصابة، سقطت، راحت أدراج الرياح، أصبحت هباء منثورا، لم يبقى لكم سوى آل بيت رسول الله. والي عليا الآن، إذا كنت تسمعني والي عليا، يلا قل 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 أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا ولي الله. أو تستطيع أن تقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وتقول أشهد أن عليا ولي الله. بمجرد أن تقول أشهد أن عليا ولي الله فإنك تقول أشهد أن محمد رسول الله، لأن رسول الله قال في غدير خم اللهم والي من ولاه وعادي من، إن من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ها؟ اللهم والي من والاه وعادي من عادى وانصر من نصر، كما يقول مثلا في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. علي بن أبي طالب سلام الله عليه، الله أشرك عليا في ولايته، هذه الولاية السماوية، الولاية الإلهية، أشرك عليا فيها لأنه تصدق بخاتمه أثناء الركوع. هذا عمل لم يأتي به الأولون ولا الآخرون.